مستمرين في الأحداث اللي بتحصل في الكرة المصرية، وللأسف احنا عايزين نقول رسالة يعني للناس اللي بيتابعوا الكرة بشكل عام في مصر. لو انتم منتظرين دوري، لا ما تنتظروش. لو منتظرين ان يبقى فيه مباريات بشكل عام، ان الدوري يكتمل، صعب جدا. يعني خلوها بنسبة مئوية، هتبقى قليلة قوي ان الدوري يكمل والدنيا تمشي طبيعي. لا، شيلوها من دماغكم شويه، مش هيحصل، صعب خلاص. الدنيا بتتأزم لان احنا عندنا اتحاد كوره سيء اداريا، اشخاص من الجانب الاداري ما عندهمش اي فكر في اداره شؤون الكره المصريه. الازمات مستمره، المشكله لسه قائمه، ومفيش اي رد فعل لاتحاد الكره. يعني هم تحس ان هم كده، يعني مع احترامنا ليهم، في غيبوبه اداريه، مش عارفين يعملوا ايه. هو بصراحة الموقف لا يحسدوا عليه، يعني احنا عارفين الموقف عامل ازاي، وعارفين بيان النادي الاهلي الاخير، وعارفين التأجيل وكل ما يتعلق بمباراة الاهلي والزمالك والقصة اللي حصلت يعني. لكن في كل الاحوال هم فين دورهم؟ وده الكلام اللي احنا اتكلمناه امبارح. لكن في الحقيقة في جديد النهاردة. الجديد ايه؟ مضحك شوية، الجديد مضحك شوية. ناس بتهزر من الاخر يعني. طلع قال لك ايه من شوية؟ احنا عيننا حكم مباراة الاهلي والجونة. يعني الدنيا كلها في اتجاه وهم في اتجاه تاني خالص، كانهم مش متابعين اللي بيحصل اصلا، يعني كانهم مش من هنا. يعني انت ما تعرفش ان الاهلي طلع بيان؟ يعني حضرتك ما تعرفش الاهلي طلع بيان يوم الخميس اللي فات، وانت من ساعتها مش موجود، من ساعتها ما بتردش، من ساعتها ما اجتمعتش تشوف الحل ايه؟ لو حضرتك ما تعرفش، احنا نعيد على حضرتك مره تانيه، او على حضراتكم كمسؤولين في اللجنه الخماسيه. الاهلي يا جماعه مش هيلعب اي مباراه قبل مباراه الزمالك. الاهلي يا جماعه في انتظار ميعاد جديد لمباراه الاهلي والزمالك، وده نص البيان زي ما حضراتكم شايفينه على الشاشه دلوقتي. البيان بتاع يوم الخميس اللي ممكن يكون المسؤولين في اتحاد الكوره ما شافوهوش، ما عندهمش فكره عنه، مش متابعين الاخبار، ما قروش الخطاب الرسمي اللي وصل من النادي الاهلي لاتحاد الكوره، يمكن ما قروهوش. احنا بنحاول نعيده عليهم مره ثانيه. ثانيه ايه؟ احنا بقى لنا اربع ايام بنتكلم في القصه دي. هو النهارده طالع بيقول لك ايه؟ طاقم حكام لمباراه الاهلي والجونه يوم الاربعاء. الاهلي مش هيلعب ماتش الجونه، الاهلي ثابت على موقفه. هو ده الجديد بقى اللي عندنا، ان الاهلي ثابت على موقفه. البعض خلال الساعات الاخيره او خلال الفتره الاخيره دي بالتحديد النهارده وامبارح بيقول لك ايه؟ ان ممكن الاهلي يتراجع عن موقفه. لا، مش هيتراجع عن موقفه. طول ما اسلوب الاداره كده في مصر، مش اداره الكوره بالتحديد، مش هيتراجع النادي الاهلي عن موقفه. سربوا لك بقى اخبار، قال لك ايه؟ هيبقى في خصم 9 نقط، وهيبقى في مش عارف عقوبات ايه على الفريق المنسحب. بالمناسبه برضه عشان الامور تبقى واضحه، الاهلي ما بينسحبش، الاهلي بيعترض على نظام المسابقه. الاهلي عايز يمشي بالترتيب اللي مبعوت له، اللي مبعوت له كل الانديه مع بدايه الموسم. من مين؟ من اتحاد الكوره. هو ده طلب الاهلي. انا ما عنديش مشكله في الجوانب الامنيه، خلاص هما الناس شايفين ما بيبقاش فيه مباراه، وانا عندي تفصيله هتكلم فيها في موضوع الامن ده. هما الناس شايفين كده، اوكي، بس حدد لي ميعاد مباراه الاهلي والزمالك طبقا للترتيب المعلن من قبل الاتحاد قبل بدايه الموسم. هم مش عايزين يحددوا ترتيب، بيقول لك هيبقى في خصم 9 نقط طبقا للائحه. هي فين اللائحه؟ لائحه ايه؟ طب ما انتوا من ضمن اللوائح المفروض يعني اللي موجوده، ومن ضمن اللوائح اللي كنتوا بتتكلموا عنها من خلال تصريحات تلفزيونيه وكلام من ده قبل انطلاق الموسم، ان اي حد هيتجاوز في حق اي حد في اتحاد الكوره او في المنظومه الرياضيه في مصر هيبقى في عقوبات. انتوا بصراحه بقى، انا ما بعرفش يا جماعه احور ولا اجي يمين وشمال، انا بتكلم دغري. انتوا بصراحه كل يوم بتتشتموا يا جماعه، كل يوم بتتشتموا. موقفكم فين؟ ولا اللوائح انتوا عايزين تطبقوها على النادي الاهلي بس؟ لما بتتشتموا بتعملوا ايه؟ بتطبقوا اللوائح اللي بيشتمكم ولا لا؟ ما بتطبقوش حاجه، ما بتعملوش جديد. احنا فالحين بس ان احنا نتكلم في اللوائح، ولما حد يجي يتجاوز اعمل نفسك مش واخد بالك. ده بالاسماء، الناس بتتشتم بالاسماء وبيسكتوا، حاجه غريبه. طب طبق اللائحه، مفيش. فالموضوع صعب جدا، انا مش فاهم اتحاد الكره بيفكر ازاي. 9 نقط اللي تخصمهم، وانت دلوقتي طلعت بتعلن حكام مباراه الجونه؟ ده انت في وادي واحنا في وادي تاني خالص. طب يا راجل حاول تفكر في حلول. يعني ازمه ريال مدريد وبرشلونه، مباراه الكلاسيكو اللي هتتاجل، اللي اتاجلت خلاص يعني،
كان في تواصل محترم ما بين الاتحاد الاسباني وما بين الفرقتين ريال مدريد وبرشلونه، وفي الاخر استقروا على ميعاد. بس ازاي الاسلوب؟ الامور بتدار ازاي؟ لكن مش هعمل ان انا من حته تانية وشاري دماغي والنادي الاهلي عمال بيتكلم مع نفسه. لا مش طبيعي، مش معقول. انت اللي خسران في النهايه والله. فكر في الحل. وهم برضو معذورين في الحقيقه. ليه بقى؟ لان الخلافات ما بين الخمسه في اتحاد الكوره الخلافات واضحه جدا، مش طايقين بعض. من الاخر كده بقول لكم بقى معلومات، يعني مش عايزين يتعاملوا مع بعض، مش عايزين يفكروا. وده كله مين المتضرر؟ الكره المصريه. عشان كده في اول حلقه بقول لكم ايه، لو منتظرين كره في مصر لا ما تستنوش، صعب. واحنا كان عندنا امال كبيره جدا في الناس الموجوده دلوقتي ان هم يديروا الكره بشكل احترافي. طب هقول لكم على حاجه اسخن شويه، وبرضه احنا بنحب نتكلم مع حضراتكم بشكل واضح. هو الجواب الامني او الخطاب الامني بتاجيل المباراه ده طلع عليه بناء على ايه؟ جانب الامن احنا بنحترمه ونقدره، مفيش مشكله. بس هو جه بناء على ايه؟ بناء على طلب من الاتحاد المصري لكره القدم. ايوه زي ما بقول لحضراتكم كده، هم طلبوا من الامن يا جماعه احنا عايزين ناجل الماتش ده علشان في شحن جماهيري وكل هذه الامور. فالجانب الامني قال خلاص اوكي، عايزين تاجلوا الماتش ناجله مفيش مشكله. وهم كاتحاد كوره يلبسوا الموضوع بقى في ايه؟ في الامن. الامن هم اللي رفضوا ان نلعب المباراه، لكن هم اصلا عايزين كده، هم اصلا عايزين المباراه ما تتلعبش. ضغوط بقى من اشخاص معينه، كلام من ده حضراتكم ممكن تكونوا فاهمينه يعني. فانت اللي بتدمر المسابقه في مصر. انت اللي طلبت كده من اتحاد الكوره، او عفوا انت كاتحاد كوره طلبت كده من الامن. فانت دلوقتي كواحد كامن، او انا مثلا هديك مثال، لو انت عندك شغل، لو انت مثلا عزيزي المشاهد عندك شغل معين، جه حد قال لك ريح النهارده، هتقول له لا رايح النهارده بمرتبك عادي والامور بالنسبه لك ماشيه كويسه جدا، مفيش كانك جيت، هتقول له لا؟ هتوافق طبعا، هو الناس عايزه تريح. واحد هيديك اجازه مجانيه هتاخدها. ده اللي حصل مع الامن. طلب الاتحاد من الامن يا جماعه احنا مش هنلعب الماتش ده، خلاص يا جماعه احنا قادرين كامن نامن المباراه، لكن طبعا انتوا مش عايزين المباراه، فخلاص اوكي ريحتونا من التامين. وبالتحديد الجهات الامنيه قادره جدا جدا ان هي تامن كل المباريات يا جماعه، واحنا عارفين الكلام ده كويس قوي قوي. لكن الواضح ان هي كانت اتجاهات من اتحاد الكوره او من بعض الاشخاص في اتحاد الكوره. فللاسف، وعلى فكره انا بحكي لحضراتكم ده واقع، انا مش بقول اي كلام، انا ما اتعودتش ما بعرفش ان انا اقول اي كلام. ده اللي بيحصل، دي الكواليس اللي حصل من الاخر. للاسف الناس اللي موجوده مش مسؤوله بمعنى الكلمه، مش مسؤوله، مش عارفه ازاي تدير مسابقه، ازاي تتعامل مع ازمات، ولا هيعرفوا. قلقانين، تحس ان هم خايفين شويه. وبرضو لازم انا عن نفسي بحب كده ااكد، انا بحترم الناس كشخصيات، لكن كجانب اداري لا، ما بيعرفوش يديروا. هم ممكن يكونوا بيخافوا شويه من الصوت العالي، ممكن يكونوا بيخافوا من المشاكل، ممكن يكون بيخافوا ان حد يطلع يغلط فيهم، رغم ان حد لما بيطلع يغلط فيهم هم ما عندهمش اي تحركات خالص، بيتفرجوا بس، بيسمعوا كده ويضحكوا وخلاص، ده اللي بيحصل. فانت طالما انت كده انت مش هتعرف تدير حاجه، مش هينفع، هنفضل زي ما احنا. اللي بيسال عن موقف النادي الاهلي، ناس كتير بتسال تقول لك هو الاهلي هيغير موقفه، الاهلي في جديد بالنسبه له؟ لا يا جماعه مفيش جديد. الاهلي نزل بيان يوم الخميس اللي فات. الاهلي متمسك ببيانه. بالقرارات اللي في البيان. احترام الامن، وان احنا يا جماعه مش هنلعب مباريات في الدوري الا بدايه من مباراه الزمالك. لما تحدد ميعاد جديد لمباراه اهلي وزمالك طبقا للارتباطات الخاصه بالفرقتين افريقيا. وبعد كده حدد، وطبعا طبقا للتنسيق مع الجهات الامنيه. نسق براحتك خالص مع الامن كاتحاد كوره، براحتك خد راحتك. وحدد الميعاد وقت ما تشوفه. الميعاد المناسب اوكي. هتقول لي طب ما هو لو مش عارف مين ايه حصل ايه، لو المباراه تحدد ليها يوم، انا ما اعرفش بقى، ساعتها هيبقى القرار ايه؟ ما اعرفش. احنا بنتكلم في اخر حاجه لغايه اللحظات دي. اتفاقات ممكن تحصل، يعني مش عارف ايه الدنيا هتبقى اتجاهها ايه،
لحد دلوقتي مفيش جديد. اخر حاجه الاهلي متمسك بموقفه، الاهلي متمسك ببيانه، مفيش اي حاجه هتحصل. وللاسف انا بسمع البعض يعني بيقعد يقول لك الاهلي فاتح صدره ومش فاتح صدره. لا، حضرتك مش قادر تقتنع ان الاهلي بيحاول يحافظ على نظام الكره في مصر، الاهلي بيحاول يطور الكره في مصر. محدش يزاد على الدور الوطني للاهلي يا جماعه. الدور الوطني للنادي الاهلي معروف، ومش دلوقتي بس، ده على مدار التاريخ، على مدار تاريخ النادي الاهلي من 1907 لحد دلوقتي، ادوار وطنيه كتيره جدا للنادي الاهلي. فمحدش يزاد والنبي في الحته دي، ومحدش يقول ان النادي الاهلي تسرع او مش تسرع، ده قرار مجلس اداره، وكل الناس كل الاهلاويه بالتحديد بيحترموا هذا القرار، ومعظم الاهلاويه مبسوطين جدا بالقرار ده، لان انت طالما ما بتحترمش المسابقه انت ما بتحترمش الانديه. ده طبيعي، ده الواضح، ده المنطقي. فهنفضل في الدوامه دي، مفيش اي جديد، مفيش اي حاجه هتحصل. ولغايه دلوقتي، لغايه دلوقتي اتحاد الكره ما اجتمعش، ولا حتى في مناقشات وديه. لو في مناقشات وديه ما بين اثنين مثلا ولا حاجه، لكن الباقي زعلانين من بعض، مخاصمين بعض، كانهم في يعني مش عارف، مش في موقع مسؤوليه كبيره وضخمه وصعبه زي اداره الكره المصريه. انتوا مش قادرين عليها من الاخر، اداريا مش قادرين، مع احترامي لشخصكم، لكن انتوا اداريا مش قادرين. فللاسف الوضع صعب، للاسف مش هيبقى في اي جديد خالص خلال الفتره الجايه. المنتظر جديد مش هيحصل جديد. المنتظر جديد بالتحديد من النادي الاهلي مش هيحصل، مش هيحصل. الله اعلم بكره ممكن يحصل ايه، ما حدش عارف. لكن في كل الاحوال النادي الاهلي بعيد وبزيد فيها متمسك ببيانه الاخير اللي خرج يوم الخميس، مش هيتغير الموقف، عشان نبقى واضحين مع حضراتكم. والاهلي عنده حق. بدليل ايه؟ بدليل ان بعض الانديه كانت في نفس اتجاه الاهلي. هتقولي ما هو رجع في مواقفهم، دي شخصيه كل نادي بقى، دي شخصيه كل نادي، يطلع بقرار او يطلع بكلام ويرجع مثلا يقول لك حاجه تانية طبقا لامور بقى حدثت بالنسبه له هو، الله اعلم، كان دي تانية يعني. لكن بدايه الامر كان ايه؟ عندك اربع خمس انديه كانوا في نفس اتجاه النادي الاهلي، كانوا عايزين كده، كانوا عايزين المسابقه تمشي عدل. البعضهم قال لك ايه يا جماعه، طب ما تخلوا الاسبوع الرابع كله يتاجل ونبتدي من الخامس. لكن اتحاد الكوره جاب مباريات من الاسبوع الخامس والاسبوع الرابع، بيعمل نفس اللي حصل السنه اللي فاتت. فايه اللي حصل السنه اللي فاتت؟ كانت مسابقه كارثيه، كان موسم كارثي. فهيتكرر تاني، ما تحاولش تفكر، هيتكرر تاني، هو نفس الموسم بالطريقه دي. لو ما حدش لقى حل، لو اتحاد الكوره ما حلش، هنفضل زي ما احنا كده، زي الموسم اللي فات، مفيش اي تغيير. وفي الحقيقه الواحد دايما بيحاول يتكلم في امور بعيده عن الازمات، لكن للاسف هي الاحداث هي اللي بتحطنا قدام الازمات، وبتحطنا قدام حضراتكم ان احنا لازم نوضح لحضراتكم كل ما هو جديد بيخص الازمه، سواء في الكره المصريه وبالتحديد في مواقف النادي الاهلي، لان ده دورنا، وان احنا ننقل كل اللي بيحصل لجمهور النادي الاهلي وجمهور الكره المصريه. بالمناسبه القرارات بتاعت الاهلي مش مصلحه النادي والله، بس هو قلنا الكلام ده كتير، كله في مصلحه الكره المصريه. لما تبقى مسابقه منتظمه ومحترمه هتلاقي منتخب محترم، سواء اول او اولمبي، هتلاقي كواليتي لعيبه كويسه، لان تلعب وبتمارس الدوري بتلعب بشكل كويس منتظم، مفيش لخبطه ذهنيه بدنيه فنيه، كل الكلام ده مش هيكون موجود. ده لو ايه؟ لو مسابقه محترمه. لكن طالما المسابقه زي ما هي كده تكرار للموسم الماضي ولبعض المواسم السابقه، يبقى مفيش جديد هيحصل في الكره المصريه، وهنفضل زي ما احنا كده. ده المختصر، او مش مختصر، احنا خدنا وقت في الحقيقه في الحديث عن الامور دي، بس لازم نوضح لحضراتكم هنعمل ايه.